بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات المستوى الثالث الثانوي، يسعدني أن أقدم لكم اليوم درسا جديدا من دروس علوم البيئة على 201، وسيكون درسنا اليوم نحو مستقبل مشرق وبيئة مستدامة. ولكي نحافظ على هذه البيئة المستدامة والمستقبل المشرق، علينا أولا أن نحافظ على البيئة. المحافظة على البيئة أعزائي هي عبارة عن استراتيجية، وهذه الاستراتيجية الغرض منها تقليل استهلاك الموارد من خلال تقليل الطلب على هذه الموارد وزيادة الكفاءة والفعالية لها. فكيف نحافظ على البيئة؟ هناك عدة طرق للحفاظ على البيئة، من أولها تقليل المخلفات. ويمكننا أعزائي تقليل المخلفات عن طريق خفض الطلب على المورد المحدد وتقليل الحاجة إليه. لا نستعمل الشيء، يعني لا نشتري أشياء كثيرة بالمعنى. أو نموذج للمجتمع التنمية المستدامة. فماذا يعني نموذج التنمية المستدامة؟ لاحظوا معي، نفترض مثالا لدينا مثلا مصنعين، مصنع A ومصنع B. المصنع A ينتج عنه مخلفات، هذه المخلفات بدلا من أن يلقي بها في البيئة البحر أو ما إلى ذلك، فسينقلها إلى المصنع A لأن ينقلها إلى المصنع B لأن المصنع B بحاجة إلى هذه المخلفات، فيستفيد منها بدلا من أن تنتقل إلى الطبيعة. فهذا هو نموذج مجتمع التنمية المستدامة. أيضا يمكننا تقليل المخلفات عن طريق إعادة التدوير. ومن أهم أيضا طرق المحافظة على البيئة ترشيد استهلاك الطاقة. ويمكننا ترشيد استهلاك الطاقة من خلال عدة أمور، من أهمها استخدام أنظمة عزل حراري تعمل بكفاءة عالية لتقليل فقدان الطاقة، وأيضا تصميم المباني للسماح بمرور الضوء الطبيعي في فترة النهار لأطول فترة ممكنة للاستغناء عن الإضاءة الصناعية، وكذلك إغلاق الأجهزة والأنوار في حالة عدم استخدامها في أي مكان، في البيت أو في المدرسة أو في أي مؤسسة، وكذلك استخدام وسائل المواصلات العامة بدلا من السيارات الخاصة للتقليل من التلوث. وأخيرا يمكننا دائما استخدام مصادر طاقة بديلة مثل التي تناولناها في الدروس السابقة، من الطاقة الشمسية، الطاقة من المياه، أو حتى من الرياح. وأيضا للمحافظة على البيئة يمكننا دائما إعادة التدوير. وإعادة التدوير أعزائي هي عبارة عن عملية للتقليل من استهلاك الموارد عن طريق تجميع المواد والمخلفات وإعادة استخدامها في إنتاج منتجات جديدة، ودائما نشير إليها بهذا الرمز. وهذا الرمز أعزائي إذا لاحظتموه موجودا على أي منتج، فهذا المنتج قابل للتدوير، فيفترض التخلص منه بالشكل المناسب وفي الأماكن المخصصة لذلك. من أهم منافع إعادة التدوير هي التقليل من كمية المخلفات في البيئة، التقليل من مشكلة التخلص من النفايات، وكذلك المساعدة في حماية البيئة بالتأكيد، وبالتالي سنحافظ على الثروات الطبيعية والمعدنية. وهناك أعزائي ثلاثة أنواع من طرق إعادة التدوير سنتناولهم بشيء من التفصيل. أول نوع هو إعادة تدوير الورق. فإعادة تدوير الورق له إيجابيات وسلبيات عديدة. إيجابيات تدوير الورق أن الطاقة والماء اللازمين لتدوير الورق تكون
كميتها أقل من تلك الطاقة المستهلكة في إنتاجه من الأشجار. فأنا عندما أريد صناعة الورق أضطر إلى قطع الأشجار وأستهلك طاقة وماء وكميات كبيرة من الطاقة. فبدلا من أن أمارس هذه العملية مرة أخرى فأستهلك الأوراق التي الأوراق المصنوعة أصلا وأعيد تدويرها فأوفر الطاقة والماء. وأيضا ينتج عن إعادة التدوير كميات أقل من المخلفات الخطيرة والسامة. أما من سلبيات إعادة الورق أنه لا يمكن تدوير الورق لعدة مرات، فقط مرات قليلة، لأن عادة الورق مع إعادة التدوير يفقد مادة السليلوز. ولنتغلب على هذه المشكلة يمكننا إضافة الأخشاب، بعض الأخشاب إلى هذه العملية ليكون الورق أكثر جودة، ويصنع الأوراق المعاد تصنيعها في الجرائد، في الصناديق وما إلى ذلك. أيضا أعزائي يمكننا تدوير المعادن والفلزات مثل الفضة. معدن الفضة يكون موجودا في أفلام التصوير، في أقسام الأشعة في المستشفيات، يمكننا إعادة تدوير هذه الفضة. وكذلك النحاس، يمكننا إعادة تدوير النحاس من كابلات التليفونات وغيرها. وكذلك الرصاص يمكننا تدويره من خلال بطاريات السيارات وإعادة استخدامه مرة أخرى. أيضا أعزائي الزجاج والألمنيوم والزنك، هذه المعادن ناتجة عن أعمال السباكة يمكننا أيضا إعادة تدويرها مرة أخرى. وحتى زيت السيارات، زيت السيارات يحتوي أعزائي على الكثير من المركبات السامة، فبدلا من التخلص منه وفي أي مكان في اليابسة أو في البحر أو ما إلى ذلك ويتسرب إلى التربة والماء، فبدلا من ذلك يعاد تدوير زيت السيارات ويستخدم مرة أخرى بشكل طبيعي جدا. النوع الثالث من إعادة التدوير هي إعادة تدوير البلاستيك. والبلاستيك أعزائي عملية تدويره تكون عملية صعبة وليست بالسهلة، لأنه من الصعب جدا للبلاستيك أن يتحلل، فتكون عملية صعبة جدا. ونستعمل عادة البلاستيك المستعمل في صنع علب المشروبات والمثلجات الغازية، عادة يعاد تصنيعه في استخدام أنابيب التوصيل والمواد العازلة في البناء وما إلى ذلك. وهكذا أعزائي الطلبة نختتم درس اليوم، وأتمنى أن يكون درسا خفيفا لطيفا عليكم. تحياتي لكم.